ايام كلها يعني يمدينا يمدينا ان شاء الله يمدينا بعد ابراهيم يمديهم العهود اللي على الحق تلزمنا يا ما يا وش لحنا يا عقاب وش لحنا يا مالكنا والوال عليك علانية والعهود اللي على الحق تلزم عن سعودينا وعد السعودية سمعنا وطاعة وسلمان حكمنا سمعنا وطاعة وسلمان حكمنا قبل العشاء خمر كسل ها؟ ساعة ما تعشى لا تخمر اي انا من قلت ما اكلت شيء يا رجال نعم احنا نجلس على جوع على جوع ثم نعطيها من داني لا لو تلاحظ ترى انه ما نشوف الشمس عندنا اغلب من الشهر الشمس ما تشوف صدق ترى ثلاثة ثلث هذا باقي ساعة ترى له اثر وقت لعبت المتعة نعم كم باقي؟ حتى في جسمك ها؟ حتى في جسمك طيب كم باقي؟ طيب طيب على الفجر طيب طيب ساعة على الفجر ابو خشمان كم باقي على الفجر؟ ساعة لو تذكر كلمة اقولها تقول نص تعرج والله يا ما ادري ما شفتها عاد الحين بعد الحين عاد اليوم يا رجل زعلان من ليه هو راني؟ تدري انك غالي ليش تبي تسوي نفسك؟ عاد عطنا ما بنظره ابي نظرة ولا رصاصة وكانت الريجي ما عاد المايك قاعد طحت منه اكرك وين سلطان شيف شيف خلص العيشة عليه سلطان شيف نخلص الكرة والله كله شيف حباس حباس انا كنت صفي صف خالد الحين والله معي انا ضد خالد معك اشرب انا اشرب يا ولد طلع الرجال ولد رد الرجال ما يرد شيء واشرب خليت هذول حياتك كما تجد قبل شوي شارب الاثنين بيبسي خله يا اخوي عاد عطيك كرك عطيك كرك خليتها شارب اللبن وبيبسي ماكل يبا كل الكرك له الرز يبا كل واحد الرز ربكم حطيته في قدر ايه يا جيلي والله حطوه في قدر الرز واللحم كلها لو في الاكل تبع كرك الهواء. كرك يا مصروع صبر ما بيه غرزب بيه ترى يسمن ترى الحليب ترى يسمن استانس استانس يسمن استانس 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 الله يديمها اللهم لك يسمن ولا ما يسمن اكل 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 وش حدها تقبل عطها كلكم اكل ولا عباس لا ياكل عنده تقبل احسن وش يا ابو نادي وش الليل صار قصير احسن انا ادري بشي انت هو قمت زعلت صدق لا لا والله طق راسك سبعين والله انك طويل جاك راح ادور لك اجدع وين طويل صق راسك فيه وين حبيبي انت وين تقوم صلي المغرب وكملنا وكملنا انا ما ادري من يمسك هذه متى قبل فقره المزح يا ابو فهد مغرب يقول لك رجع لازم نتفق قبل اقصد ولد احنا كم ذحين لنا بعد اكثر من ساعتين يا ولد طفشنا اخترت اي جدار حسبنا اربع ساعات غير ساعة ونص ترى صح؟ اللي بالهانجر اللي بالكاش راح له وثمان اشفق راسك فيه 90 ايش تجاك يا ابو نادي؟ مرحبا ابو فهد زعلان اسود ايش تسوي؟ قلت راح دورك اي جدار فكش واشفق راسك حي والله ذرة خل مو بحس يا ابو نادي ساطي ابو قام من العيش اخو عباس ما يزعل عليه يسحب جنوبه عباس بسالك عباس انت تستسلم قدام يا لبي اشوفك قدام ضعيف يا لا انا لست ضعيف انا راح وفيني من الرأفة ها؟ هي من الرأفة شو هي الرأفة هذا شو يقول أنت تقول؟ عرح إني مثل ذا لأنه قلبه نظيف ولقن ما أدري من يلقن وقرح قل الهباس كذا وكذا وكذا أنت مرسل ماني مرسل ما حد يرسلني أنا ماني مرسول خالد الروقي ما يملأ عليه ولا يرسل والله والله ماني مرسول يقدح من راسه هذا والعياذ بالله تعال يا خالد الروقي تعال خل خليه بغث لين يقوم الجلسة قل لا إله إلا الله تقوم الجلسة ايش لاحظت قل لا إله إلا الله أسريك الجلسة قل لا إله إلا الله كفى أوريك مع السبت كفى بغيتك طلعوني والله أبيعكم بيوت كفى وأبيعك بيوت كفى بيتك في جدة خليك تبيع تروح تسكن يبيعك السرعه بسم الله عليك تعال لا 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 اسمع انت اقرب من هنا 60 كيلو اسريك اقرب وكتب 70 كيلو يقطع لنا مغباش حليب من حلوه حالاته الطبيعه هذول العجلات عجلات والله ايش يقول والله خليك تقطع مثل ما قال والله خليك تمشي جده ما رحت خليك تروح مع البحر والله الشاص تمشي
تسبح له. انت خدك شاد صح؟ اوريك انا يا عباس شاد دي اوريك يا عباس الوكاد خليك تب 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 تصيح عباس عباس تصيح اوريك انت على التحدي ما لا لا ولا اشوفك شيء خلاص خليك قد الكلام خليك قد الكلام والله خدك ان اكبر ما خدك والله ان خدك اكبر منهم في ذمتي ان خدك ان خدنا على الروح لا عباس صار مو ترى عباس عباس يود انت وزنك كله في وجهك عباس احنا ورا ورا ما نحلك احنا انت تقلك واجد الحين ايش تخ الله يذكر واحد قال علي شيء كان يقول زي كذا الله انت اخذت مكان انت تعال خالد تعال غث بس غث شل المركب تعال قابله قابله لا والله خلاص انا شفت هذيك لا ما توجه لا لا ما يرسلونك ويوجهونك شفت كلام اللي قبل شيء شهاد لك ذا عنكم انكرتوه عباس بن فهد ترى عباس بن فهد اخوك غالي ابوك اسمه فهد فرج لا ولده فهد وابوه فرج مخده مخده لان الاعصاب اللي بين الراس والفم يغذيها شح اتري سميت ولدك فهد ليش ما سميته فرج حلف ابوي اني ما سميته لان اسمي هباس فرج هباس فرج طيب على جدك سميته فهد انت هباس فرج هباس فرج قال يا ابوك والله سميت فرج يقول ما عندنا اسماء وان الكيبورد معلق ذب علي ذب تقتبه وجهت الفهد اخوي الله يحفظك يا ابو اما عادل الرجال ذا يتقبل من خالد انت تتقبل من نواف يا انا اليوم ما والله نواف انجه اليوم الصالي شفت انه جاء صقع شفت قبست ولعت الفتيله قبست فعليا قبست كل ما اقبل على المسرح لا هو يضحك يوم لا جاء انتم ايش دخلكم بني بن عادل انتم بدت بالمسرح ودت بالمسرح ايه انت حتنت هذه حالاتها ايه تقعدوا والامور والله كنت باخذ اثار لكن بعض الناس لاسبوع ونص لين 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 ما يطفي تطفي ولا لا تسعي اقول يا ابو خد تسعي وانا معه ها ايوه ايش فيها واركد اركد 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 خالد اسمع اسمع ما يملع عليه خالد ما يلقن لا نعم دقيقه لو سمحت يعني كلامي كان صائب لان خالد انت المحور ذا خالد انتهينا من كلام ذا يقول قد حمل راسه ولا هو يتصنع شيء بعدين ملومه لان قال لك ابو خد شوف انت تدري لو تجيب شحمه اذنك تخطي على خدي وخده اوف شحمه اذنك ذي اذني عادي تعال انت تدري في الانسان حاجتين ما يوقف نموها الا ما هذا روحي الاذن والخشم شوف الله خدك وعينك تدري انس خلقادي تجي من مكان سهر النهار تحب الاكل تجي من مكان سهر النهار اوه انت منه اشياء صايب ولا خدمات سوداء لا عوض منه حولنا على الازهار هذا خد لو يشتغل موسم الرياض خلوا ورعين يزحلقون عليه انت اشتغل الوضع واحد والله يا رجال نصاب الظاهر واحد من الجميع لا يوفى نمو فيها حتى الممات تدري الخشم والاذن طيب انا عندي سؤال انا بسالك سؤال الحين وش هو الجزء اللي مهما تقطع منه ينمو غير الشعر والاظافر كم اقول اظافر اللحيه لا الحواجب حواجب قلنا غير الشعر ولا الاظافر الحواجب يا مسلم الشعر ولا اظافر الضرس الحواجب الضرس لا قلعت ما عاد يرجع ها اسن يا مسلم تقطع شيء منه ارحب شوي اسن ابو سن احنا على سؤال يا ابو شوي وش هو الشيء اللي من جسمك مهما قطعت منه ابو شوي شغل مايك ابو شوي مايك يا عباس الكليه الكليه ماكس ابو سويد الكليه ترجع صاحب ابو ناحي قل لا اله الا الله انت اعطيك الجواب ما وش وشو جبت انا صح كذا صرفني مايك يا مشروع مشروع مايكك ولا يوقف وش اعطوها شحن انا من خدك والله من خدك والله قديم يا بيي يا حجر معي والله من خدك والله ما منك اخوي اسكت ماشي ماشي حد اليوم كله هذا اللي وصلنا يوم 90 ما حد يبي يفوت دقيقه بعد طلع مايك خبره خبره رجال العب بالخبره رجال يا حيك يا فهد والله انك عفان حتى الربع اليوم في المسرح انت اجودي كيف قاموا؟ الهيس الاربد يا الهيس الاربد الله 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 راح مدحه مدحه راحت عليك خالد ايش الكاس ابشر بي يا خال ابشر بي 13 رجال راح جايين ضدي يا ولد حرب ما هو بغى ومطيح وطاح وتو عيني جميع سبحان من يعطي الطيب على نيد يا سلام لا قبل تو عيني جميع عطني 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 الماء يا خالد الروقي ارحب ما بي الغط اللي فوق بس شلومك والله نرجع نرجع للسؤال اكسب اجر فيك اشرب انت عشان السؤال ما عرفنا له تعال السؤال وش هو الشيء علي ها
وش هو الشيء اللي اذا استؤصل منه يرجع ينمو؟ عطني رموش. لا قلنا الشعر اضافه. طلع عني ابو شوي خابرك ذاك. طيب الخد الخد. طيب انا صاد الخد مرات يكبر صح. ايه هنا 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 السرع. ان بغيت شعر موجود، ان بغيت معلومات موجود، ان بغيت طب موجود. بشرنا 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 احد من واحد. بشرنا ليه هو على الشرلة؟ اي والله يقول لك لولا حمايا كان ذيب اغنم. ما فينا ما فينا ما فينا غنم وذيب حيوان، ما فينا ذيب ولا غنم. مثل مثل كنا رجيت حمون على بعضها. لا تجيب لا تجيب الناس تقول يا ذيب يا ذيب. لولا الحمايا كان ذيب الغنم، حط عمره ذيب وحطنا غنم. لا 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 ولو نصور عضيلة موجودة ودق لك في البيت ذا صح رد علي. أما الحين شو يقول أبو ناية يوم يدعمه أبو ناقي الحماية عرق من الوجه. إيه يلبي الحماية هو صادق الحماية عرق من الوجه. ما فيكم رجال يا الله أنتم أنتم ليش ليش ظاهر بينها مشطم ما هو بلا على هباس. هو يلقاها من خالد الروقي. لا والله أنا يلقاها من فرحان. أنا معك. هو يلقاها من عيناك. هو يلقاها يا الله ولا اللي يقولون المشكله هم يمنع من حصانه يا اخي. هذا قهرني الناقد ذاك ما ادري ايش ابي. يمنعني من حصانه متسلف. لا والمخرج يجيب عليك الكام وانت نايم قايم وجالس ولين لينت. يمنعني من حصانه جمهور يمنعني من حصانه المدينه غير طلبات ما غير. شو تنفذ؟ ما تنفذ. انا عن نفسي عباس خلصت. الحياه حلوه الحياة أصلاً حلوة أصلاً. بوجودك يا رايس بوجودك يا رايس. الحياة حلوة بوجودك يا رايس بوجودك يا رايس. أنا تحيا العدالة عنك تحيا مس وبحول على على عفاف. لا 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 أنتم مسوين نفسكم طريق لسان. أنتم لا أنتم مسوين نفسكم طريق لسان. أنتم مسوين ذولي حول على عفاف. تعال حد قالك حد قالك ما الطاقة ما الطاقة لا 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 حول على عفاف. ما اللي قال لك توقف عن حد دي دي الحين. لا لا اسمع اسمع مش صل على هذا خط راضي صل على تقدر ناطح صيح بس حول على عفاف. انا احبك يا لا تناطح خالد. لا 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 الله ترى انفجر ما عاد يعرف انفجرت والله الله شريك الشريك والله دارينك غاز انت ضارب العب بس اسمع اسمع بلمك بلمك غاز اسمع اسمع يا ابو اخوك كان يجري لا انا قاعد احمر راسي لا قاعد احمر راسي كلني لا انا قاعد احمر راسي هذا طال عمركم لا هو بيمنع عليه ولا يغره ولا هو قادر يلقن هذا طال عمرك سيف الا سل يعجب كلام ايه ايه كل خالد الراجل انا اكلم خالد الراجل انا ازعل الكمام انزع الكمام هالذبه هالذبه الكمام ذي ما جت على وجهك ما جت على وجهك ولا تجي على وجهك هات دور الكمام ذي خالد الراجل دور الكمام ذي انت هات دور الكمام ذي ما تلاقيها ما تلاقيها شد دور لقيت يا عفاف هو محلق ولا البال حد دقنك اكثر من دقنك. لا والله يبطي يبطي يلا اسباب كمام تحاول تزعله يا عيال تحاول تزعله والله لو تحاول تزعله من ديك ورجع اقربت حمام. لا يا جماعه انا اتكلم عن علم الله اتكلم عن علم الله انت وجهك هذا كبرى اقول اقول لله درك ولا شنو ما بيسعدك لله درك خالد يا ولد اهر اتبع خالد واجد ولا في البدايه اعوذ بالله محمد من يعوذ اعوذ بالله اقول لك شغله ابغى اقول لك شغله اقول لك ايه شيخ 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 والله الله الله امشي يومي امشي يومي امشي يومي امشي يومي انحيف
يبغى يدور من يفزع له ويدور من خال شاف خالد مثل عفاه يدور ابو مناحي لا 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 هذي دور الكاميرا دقيقة زي زايد يوم يفزع الواحد قال نواف سعد ورد بول بول رجال رجال سالني بس زايد اضرب بقعة عليك اضرب ما صدق الواحد الزهل 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 اشهد انك بعيد عن كلامهم كلهم في اثنين كذا ثلاثه واحد اثنين كذا ايوه من الاحساس من اصواتهم من رفعت صوتهم تحس انك ميسي مكبودهم قد لك 73 يوم يود ايش تسوي بالعربي يا ولد رجع رجع يا ولد هم انت بطل انت 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 بطل انت 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 اليوم تقبل على المسرح ابل 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 الصيد وابل عوايد ولا قبلت علينا وصلت بلي بالعادل بلي بالعادل وترقط روسه لما نفس عينه ابو رايك كذا اسمع اسمع هذا وجهك حمار اسمع لا طح على الارض بس اسمع اسمع خصمت عليه وخذ حقه خصم علي شفت هاي السالفة انت في المسرح انا خصمت عليك انت انا خصمت من عليك يعني شفت انك بطلع على المسرح وانت تجي على طولك قرقاع اسمع 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 لا اعطيك انا سريك المسرح الحين ما في امتقه ما في امتقه الحمد لله على جميع يا عبد العزيز الشمري يا ما جبناه الحمد لله ارتبعك ارتبعك انا واقف انت تبي ما انت تبي بس ها ما انت تبي انت مدزه ما غير تثور معي واحد نعم انا مع الغالب دايم هو يلا اقف غلو لا 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 دور من الريح اقف غلو بس اسمع انت اسمع انت اسمع انت انت ملك تدور لك اخوي مالك اخويا ما غير فينا نقذف لي حرف الان تكفى يا فلان تكفى يا فلان ابك انت عقب ما خصم والله وبيت بنها الله والله في هالفجر تكفى يا بنك احب راسي تكفى الخصم يا رجال يا مدح عز يا عز يا مدري وش يا مدري وش يجي العب تكفى يا ابو سوي تكفى يا ابو سوي لا بتعز ايش تسوي عز جايه قبل عاد يقول تكفى يا عدي اسمع عليه ما تهب غبي العظيم اللي كنت اللي وجيت طلب رنجي جاي ماسك وجه عيفان تحب التكفى عيفان تكفى عيفان تكفى يا ابو سويد ليه ما تقدر شيء تسويه عظامك ترقل عيفان اترك العلوم اللي ما لها سنه يجيبها ما لا يسد بومها صلي على النبي عيفان يعرف متى يرد انا بقول شيء انا سكتنا سكتنا دقيقتين دقيقتين ها فان تعبان وجهك صار لك كبيره وجهك صار لك كبيره اول مره اشوف عيبان وجهك الحين يدور له مد خال يبي يبي معصار معصار يبي يدور له هكذا ما دور هو عبد العزيز الشمري والله بطل والله بطل خالد بطل بطل يا خالد والله يا خالد كمل بطل اجل 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 ولد روق لا مدك بلعه صوت فيها ولد روق روق بحلك انت يا محمد ابو خد ابو خد اجلس اجلس انت وخدك ذا اجلس ترجلك ما خدك الحين روق انت يا شيطان ما في شيء في كل بطل يا خالد زعلني يا ابن عزيز اسلمي ولا خالد روقي بيوتهم دايما ذكر الجلوه